أعزائي المشاهدين، من أعلام العراق الذين لم نتحدث عن أي منهم الخلفاء العباسيون الذين تولوا حكم الدولة الإسلامية عامة نحو من 5 قرون ويزيد. وقد يستغرب السامع أو المشاهد أننا اخترنا آخر أولئك الخلفاء، لم نتحدث عن الخلفاء السابقين، مع أن عصورهم كانت أو أن عصور كثير منهم كانت مزدهرة وشهد فيها العالم الإسلامي نهضة كبيرة، وشهد فيها العراق تقدما مهما في مجالات كثيرة، ولكننا لم نتكلم عنهم لحد الآن، واخترنا أن نتكلم عن آخر أولئك الخلفاء وهو الخليفة المستعصم بالله. ذلك أن هذا الخليفة شهد حملة عجيبة في تشويه صورته، حتى أن اسمه حينما يذكر رأسا يتبادر إلى الذهن أنه كان خليفة مشغول باللهو، مشغول بتوافه الأمور، لم يعد العدة للدفاع عن دولته، كل منقصة تلحق بهذا العلم، بهذا الخليفة، دون أن يكون هناك يعني تدقيق كاف للسيرة الحقيقية لهذا الرجل، ودون أن يكون ثمة نقد تاريخي حقيقي لمصادر هذه الروايات، مع أن هذه الروايات جميعها كان مصدرها الآلة الإعلامية التي أنشأها المغول أنفسهم. لا نعتقد أن المغول الذين احتلوا العراق سنة 1258 كانوا جاهلين بفنون أو بأصول الدعاية، كانوا يعني قد اتبعوا أسلوباً في التنكيل بأعدائهم عن طريق بث الإشاعات المغرضة التي تنقص من شأن أولئك الأعداء بالنسبة إليهم وتسقطهم من أعين شعوبهم، وهذا قد اتبعوه منذ خروجهم من مواطنهم الأولى في أواسط آسيا حتى وصلوا العراق. وبالتالي المستعصم لقي الكثير من آثار تلك الدعاية المغرضة، وهي دعاية مبررة، يعني هؤلاء كانوا أعداء المستعصم، يعني وإذا كانوا قد شغلوا آلاتهم الإعلامية وبثوا عن طريق كتابهم ووزرائهم وما ألف في عهدهم وعن طريق المتملقين لهم عن كل طريق، حينما ألفوا وكتبوا ونشروا مثل هذه الإشاعات ربما كان عذرهم أنهم هم أعداء لهم، ومن حق العدو أن يقول ما يشاء طالما أنه يصب ضد عدوه أو في صالحه هو ضد هذا العدو الذي يقصده. لكن ليس لنا عذر في عصرنا هذا أن نأخذ بتلك الروايات على علاتها، علينا أن نبحث فيها وندقق في سندي يعني في تسلسل الذين نقلوا هذه الروايات أو أسانيدها كما يقول أهل الحديث وأهل العلم. هذا لم يجري غالبا، ولاحظنا أن كثير من الروايات التي تنقص من شأن هذا الخليفة يتم تداولها ويعني تكرارها حقيقة من كاتب إلى آخر حتى عصرنا هذا. لذلك اخترنا المستعصم بالله يعني بطل حديثنا في هذه السلسلة من الأحاديث عن أعلام من العراق. المستعصم بالله هو ابن المستنصر بالله، والمستنصر هو الذي ارتبط اسمه بتأسيس أكبر جامعة في العالم الإسلامي حتى عصره، وهي المدرسة المستنصرية التي لا تزال آثارها شاخصة قائمة في بغداد، والتي لا يجهل شأنها وأهميتها أحد لا في العراق ولا في العالم في مجال العلم والتدريس وإرساء يعني أسس الثقافة والعلم في عصرها وفي العصور التالية لقرون استمرت. أمه هاجر
يعني سيدة عرفت بتقاها الشديد، كانت سيدة ذكرها المؤرخون، ونادر ما يذكر المؤرخون سيدة إلا إذا بزت غيرها، وبزت الرجال أصلا في مجال الخير ومجال الصدقة ومجال العمل وغير ذلك. فأمه كانت سيدة صالحة، يعني أشار إليها بعض المؤرخين وقالوا كانت كثيرة البر والعطاء. عاش المستعصم معظم حياته مراقباً للشؤون العامة، يعني في عهد المستنصر في عهد أبيه كان يقيم ولي العهد المرشح لتولي الحكم عادة في قصر آخر غير القصر الرسمي للخلافة. القصر الرسمي للخلافة هو قصر التاج، ويقع بالضبط في منتصف شارع النهر حاليا في وسط دار الخلافة العباسية. قصر التاج كان يطل على نهر دجلة، قصر كبير أنشئ أصله منذ عهد المأمون، واتخذ في عهد المكتفي في القرن الرابع، اتخذ قصرا رسميا للخلفاء وتدار فيه شؤون الحكم. أما المستعصم فقبل أن يصل إلى الحكم عاش في قصر آخر قريب أيضا على دجلة سمي قصر الفردوس. وحينما توفي المستنصر بالله استقدم إلى قصر التاج حيث أقيم مراسيم توليه الخلافة. يصف بعض المؤرخين هذه المراسيم وصفا شائقا جميلا، وهو أنه كان يعني يجلس على درج سلم عال، يعني طبعا أشبه بسلم المنبر، ويجلس هو في قمته، وتأتي وفود المبايعين يبايعونه في هذا، ثم تلقى الخطب وبعض القصائد في مديحه أو في يعني في مباركة منصبه وغير ذلك، ثم تقرع الطبول في دار الخلافة فيسمعها أهل بغداد إذانا ببدء خلافته. على أي حال تولى الخلافة، ووصف المؤرخون أول أعماله أو في أول يوم تولى فيه الحكم بدأه بشيء حسن حقيقة، عفى الجماهير من كثير من الضرائب، أصدر عفوا كما يسمى، أو أصدر أمرا بإعفائهم من تسديد ما عليهم من ضرائب. ففرح الناس بأن هذا الخليفة يعني بدل أن يفرض الضرائب كما فعل خلفاء وحكام آخرون، هو بدأ عهده بالتخفيف عن الناس وإعفائهم من سداد ما عليهم من ضرائب وأموال ورسوم. فحقيقة هذا العمل يكشف عن شخصيته هو، وكان رجلا ورعا بالتأكيد، يعني كان يعني يصوم يومين في الأسبوع، يصوم شهر رجب بكامله متورعا عن كل شيء يعني فيه شبهة، محب للناس، لم يؤثر عنه إطلاقا أن قام بعمل فيه إساءة لأحد، يعني طالما أن كان هذا بعلمه، يعني لم يفعل شيئا. كان الناس حقيقة يقدرون فيه ورعه وتقاه وعلمه. كان أيضا عالما، كان يعني أنشأ مكتبة فخمة، الخزانة الكتب المستعصمية عند سور دار الخلافة العباسية في المنطقة التي يشغلها الآن مدخل سوق الريحانيين، يعني سوق الشورجة الحالي، أنشأ خزانة كتب كبيرة. وهذه الخزانة نعتقد أنها هي التي عرفت فيما بعد في العهود المتأخرة بخان جني مراد في الشورجة. قام بأعمال خيرية وأعمال ثقافية، وقدم أنواع من الخدمات الثقافية لمحبي الثقافة والعلم مجانا. من ذلك مثلا، فضلا عن إنشاء هذه الخزانة، من ذلك مثلا أنه أنشأ مدرسة كبرى من مدارس بغداد، هي المدرسة البشيرية، وكانت تقع إلى في منطقة كانت تسمى قطفتا، وقطفتا هي محلة الفلاحات الحالية في جانب الكرخ. أنشأ مدرسة عرفت بالبشيرية، ولما عرفت بهذا الاسم؟ نسبة إلى زوجته التي كانت هي وراء المشروع، يعني هي التي كانت
تحثه على إنشاء هذه المدرسة فنسبت إليها وكانت تدعى باب بشير، وأنشأ دار القرآن البشيرية وهي دار مخصصة لتحفيظ العلوم القرآنية في مكان نعتقد أنه في مكان دار أو دائرة التقاعد، مديرية التقاعد العامة في الجانب الغربي في الكرخ قرب ساحة الشهداء. أنشأ منشآت عديدة في بغداد، يعني أما أنها كانت تقدم خدمات ثقافية أو خدمات اجتماعية. هذا كله لم يذكره الذين تكلموا عن سياسته وضعفه وغير ذلك، بل قالوا أن الرجل كان له، وهذه الرواية يذكرها رشيد الدين الهمداني، لم يسأل أحد يعني ما هي دواعي الثقة بهذا الرجل. هذا الرجل كان وزيراً للمغول، وزيراً للمغول، فمن الطبيعي أنه كان مصدر كثير من الروايات المبالغة والمخطوئة والكاذبة تماماً التي تسيء لأعداء المغول، وهذا أمر أيضاً نعتبره طبيعي، يعني رجل أو آلة من آلات بوق من أبواق السلطة المغولية الغاشمة. هذا كتب في كتابه جامع التواريخ يقول أن المستعصم بالله كانت له 1700 جارية وزوجة، يعني هذا كلام لا يصدقه عاقل. الرجل بحسب روايات المؤرخين القريبين منه والمعاصرين له والمؤرخين البغدادين وهم أدرى به، كانت له زوجتان فقط، توفيت واحد تزوج الأخرى، كانت له جاريتان في الحقيقة، يعني ولدت له أولاهما بعض أولاده، وطلبت منه أن يعتقها ويتزوجها ففعل، ثم ماتت فتزوج الأخرى وتزوجها أيضا. فانظر من 1700 جارية، وكأن الصورة التي تلقيها هذه الرواية في أذهان المتلقين تصور هذا الخليفة أنه كان مشغولا بالنساء، يعني 1700، مع أنه لم يتزوج إلا زوجتين فحسب كما يفعل أكثر الناس، وباتت واحدة فتزوج الأخرى. كان معنيا بتنشئة أولاده تنشئة صالحة، كان مشغولا في تدبير شؤون الرعية، لم يكن يجد من الوقت ما يقضيه مع هذا الجيش العظيم من النساء، الجيش المزعوم الذي روج له أبواق المغول. كان مشغولا أما بتأسيس المدارس ورعاية الأيتام والمساجد والنفقة وأعمال البر. كل من كان يحيط به أو معظم من يحيط به كان أيضا يعني من أولي الاهتمامات من هذا النوع، يعني أمه هاجر، زوجته باب بشير، إلى غير ذلك. أولئك الناس كلهم كانوا يعني مؤسسين لأعمال الخير. حينما بدأ الخطر المغولي يطرق الأبواب ووصل المغول إلى مشارف العراق سنة 642، تذكروا 642 قبل 656 واقعة دخولهم البغداد، يعني قبلها بسنوات. وصل المغول إلى مشارف العراق فخرج إليهم بجيشه، لم يتقاعس، خرج إليهم بجيشه وانتصر عليهم وألحق بهم هزيمة وعاد منصورا. الرجل كان محاربا، ولكن حينما جاء المغول فيما بعد سنة 656 بجيش وصفه المؤرخون بكثرته أنه كالجراد المنتشر، يعني بأعداد هائلة، لم يكن في وسعه أن يفعل شيئا، يعني قواه العسكرية القوات التي تحت يده دون أن تكافئ هذا العدد الهائل. المغول يعني سيروا مع جيشهم جيوش أمم أخرى فتحوها، كان هناك صينيون، الهندسة العسكرية كان بيد الصينيين، المهندسين الصينيين كانوا في كل أمة يأسرون يعني أفضل عناصرها العسكرية والفنية ويزجونها في جيشهم، فتضاعف جيشهم حتى أصبح كالجراد المنتشر. أمم مختلفة من الصينيين ومن التركي ومن الأقوام المختلفة. لم يجد الخليفة المستعصم إلا الوسائل الدبلوماسية، حاول أن يدفع هذا الخطر عن شعبه، ولكن الموجة كانت أعلى منه،
وبالتالي اضطر إلى الخروج يعني بنفسه إلى المغول محاولة الأخيرة كي يدفع هذا الخطر أو يحول دون اقتحام المدينة. لكن المغول كانوا قد عقدوا العزم تماما منذ حين، يعني منذ سنوات، على اكتساح العالم الإسلامي والقضاء على الخلافة العباسية وقتل المستعصم بالله، كان هو هدف لهذا التصميم، والاحتلال بلاد الشام واحتلال مصر حتى أقاصيها. كانت الخطة المغولية واسعة، لم يستطع المستعصم بقواه وب يعني بالقوة المتاحة له أن يصد هذه الهجمة الكبيرة. فدخل المغول بغداد في شباط من عام 1258، دخلوا المدينة وأسروا الخليفة المستعصم بالله وأسروا أولاده، ثم أعدموا أولاده طبعاً لغرض حتى لإنهاء الخلافة العباسية، يعني قضاء عليها، وأولهم كان ولي عهده أبو العباس أحمد، وأقاموا مجزرة لكل الوزراء ووجوه الدولة ومسؤوليها واحداً بعد واحد، كان يؤتى به إلى منصة موقعها الآن في ساحة الخلاني، كانت تسمى منظرة الفيل في ذلك العصر، ومكانها تقديراً بحسب علم خطط بغداد في منطقة ساحة الخلاني، كان أقيمت منصة هناك، وكان يؤتى يعني بالموظفين والمسؤولين والعلماء وغيرهم إلى هذه المنصة، حيث كانوا يقتلون صبراً، يعني تقطع رؤوسهم بالسيف، ومنهم أولاد المستعصم بالله. ثم جيء بالمستعصم بالله نفسه لآخر لقاء بينه وبين هولاكو في قصر من قصور الخلافة يدعى قصر المثمنة، لأنه له 8 جوانب، وفي هذا القصر، ونقدر موقعه في مكان غرفة تجارة بغداد في شارع الدهر قريبا من جسر الأحرار، كان اللقاء الأخير، وكان حقيقة تحقيق قصير قام به هولاكو بنفسه حول أين كانت الخلافة تخبئ كنوزها التي جمعتها عبر القرون. وبعد هذا اللقاء القصير اقتيد المستعصم إلى معسكر أسره وأعدم هناك. المهم أن الصورة الحقيقية للمستعصم كما يظهر كانت بعيدة كل البعد عن الصورة المفتعلة التي شوه سيرته مما ذكرنا. قيل أنه كان مستبداً في رأيه، مع أنه روايات أخرى تقول مكمن ضعفه أنه كان يشاور المسؤولين حوله وكانوا هؤلاء ضعفاء في رأيهم، يعني الرجل كان يشاور لم يكن مستبداً، لكن روايات أخرى تناقض وكان مستبداً في رأيه. تناقض الروايات تدل على أن أكثر هذه الروايات حقيقة كانت مفتعلة، يعني مستبداً إلى غير ذلك من الأقوال، كان منصرفاً إلى اللهو، منصرفاً إلى سماع الغناء، إلى كل هذه الروايات غير صحيحة، لأن الرجل كان يقضي وقته بقراءة القرآن والصيام ومطالعة الكتب الدينية، وكل ذلك يعني ينأى بشخص عن يلهي نفسه بمثل هذا. وهل يعقل أن الجيش كان المغولي كان قد وصل الكرخ وبدأ يرسل السهام على دار الخلافة، وثمة روايات تقول أنه كان مشغولاً في تلك الساعات بسماع مغنية تغني، يعني أي عاقل يصدق مثل هكذا روايات ظاهرة الوضع؟ أي قائد، خاصة أنه هو له تجربة في قيادة الجيش وقام بمقاومة المغول وانتصر عليهم في واقعة سابقة، هل يعقل أنه كان يشغل بسماع المغنيات والجيش يحاصره؟ إذن المستعصم يمثل نموذجاً لما يمكن أن تلفقه آلة الإعلام الاحتلال في تشويه قادة كبار وخلفاء عظام كان لهم شأنهم وبأسهم، حتى أن هذه الروايات أصبحت تلوكها الألسن، يعني إلى أن وصلت بعض دراسات المؤرخين المحدثين مع بالغ الأسف.
إن شاء الله نواصل الحديث في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.